السلام عليكم، مساكم الله بالخير واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معاكم دكتور عصام شومان، وكل سنة وانتم طيبين. خلاص الحمد لله رب العالمين، اخر يوم في سنة 2020، وان شاء الله السنة الجاية سنة 2021 تكون سنة سعيدة علينا وعليكم جميعا يا رب، ونخلص من البلاء والوباء ونكون في احسن حال جميعا يا رب، ونحقق كل امانينا ان شاء الله رب العالمين. ربنا يجعل ايامكم كلها سعيدة ان شاء الله. ده ان شاء الله هيكون اخر فيديو في سنة 2020، وان شاء الله هيكون اجابة على استفساراتكم. زي ما احنا متعودين بدأنا من شهر اكتوبر نعمل فيديو استفسارات كل شهر، بنزل بوست على الكوميونيتي بتاع اليوتيوب، وبجمع من خلال البوست ده الاستفسارات بتاعتكم وبعمل عنها فيديو بجاوب فيه على اسئلتكم. فالنهاردة ان شاء الله رب العالمين الحلقة الثالثة، ديسمبر 2020، وده طبعا كان البوست اللي نزل على اليوتيوب من حوالي يومين تقريبا. شكرا طبعا على اسئلتكم وتفاعلكم. في اسئلة كانت مكررة ممكن اكون جاوبت عنها في الفيديوهات اللي فاتت، انا يعني مش هجاوب على الاسئلة المكررة، وهيكون في بلاي ليست او قائمة تشغيل اسمها استفساراتكم، دي هتلاقوها برضو في قوائم التشغيل في قناة اليوتيوب، مترتب فيها حلقات الاستفسارات بتاعت كل شهر بالترتيب. فلو في سؤال ما تجاوبش عليه شوفوه في الحلقات اللي فاتت، ممكن يبقى جاوبت عليه فعلا في الحلقات اللي فاتت. تمام، هنبدأ مع اول سؤال. الشهر ده من شهيرة بتقول: منتجات فيتشي للبشرة الدهنية هل هي مفيدة وفعالة؟ منتجات فيتشي للبشرة الدهنية منتجات نورماديرم، منتجات كويسة جدا. انا شخصيا بفضل رقم واحد لاروش بوزي بالنسبة لي في منتجات العناية بالبشرة الدهنية، رقم واحد لاروش بوزي، بعد كده افين، في برضو من المنتجات الكويسة جدا شركة ايزيس فارما اللي هي التين ديرم، دي برضو من الحاجات الممتازة. فيتشي يمكن تجي بعدهم، يعني بالنسبة لي لاروش بوزي، بعدين افين، بعدين ايزيس فارما تين ديرم، بعدين ممكن فيتشي او يوسيرين يعني، او حتى دوكرين. ففيتشي شركة محترمة ومنتجاتها برضو كويسة اكيد. مع حبوب فولجا اكس ار لعلاج حب الشباب، هي تقصد فولجا. حبوب فولجا دي يا شهيرة هي حبوب مضاد حيوي، طبعا من المضادات الحيوية الكويسة جدا لعلاج مشكلة حب الشباب، المادة الفعالة اسمها مينوسايكلين، ولكن عشان هو مضاد حيوي فلازم يكون بوصفة طبية، يعني عشان تستخدميه لازم يكون موصوف لك من الطبيب، الطبيب بيحدد لك الجرعة المناسبة والمدة المناسبة لحالتك، فطالما موصوف لك من الطبيب فاستخدميه، هو علاج ممتاز ان شاء الله. ام عمر بتسأل: ما المنتجات المناسبة للبشرة الحساسة المختلطة، او بمعنى اخر كيفية العناية بالبشرة الحساسة المختلطة بمنتجات مناسبة لانها من اصعب انواع البشرة، وبتقول كمان: ما المنتج المناسب من فيتامين سي للبشرة الحساسة؟ طيب بالنسبة للبشرة الحساسة المختلطة، انا هديلك زي روتين كده يومي من احسن المنتجات اللي هتكون مناسبة للبشرة المختلطة الحساسة. عندنا الافاكلار الاتش، الافاكلار الاتش الغسول في مجموعة افاكلار من شركة لاروش بوزي، في منه نوعين، في النوع اللي هو الجل ده بيبقى التنظيف فيه اقوى شوية، ممكن ما يبقاش مناسب قوي لو بشرة حساسة زيادة عن اللزوم، لكن الافاكلار اتش ده مناسب جدا للبشرة المختلطة الحساسة. تمام، فالغسول اللي اسمه افاكلار اتش. بالنسبة للتنظيف بعد الغسول، في المايسلر ووتر بتاع برضو شركة لاروش بوزي افاكلار، حلو جدا جدا لبشرة مختلطة حساسة، رائع جدا، تنظفي بيه المكياج وتزيلي بيه باقي يعني الشوائب والاوساخ اللي بتكون موجودة في المسام وزي كده. بالنسبة للترطيب، افاكلار اتش برضو، يعني في نوعين من افاكلار اتش، في افاكلار اتش غسول وفي افاكلار اتش اللي هو كريم الترطيب، فلو انت محتاجة ترطيب الكريم ده هيبقى مناسب جدا. وبالنسبة للوقاية من الشمس، طبعا برضو لاروش بوزي الانثيليوس الاكس ال اللي هو الانتي شاين اللي عليه الخط الاخضر ده اللي هو الجل ده، من انسب الحاجات للبشرة المختلطة والحساسة لانه نون بيرفيوم، يعني ما فيهوش عطور، فهيكون مناسب جدا لو بشرتك حساسة. تمام، فده روتين كده متكامل للعناية اليومية بالبشرة المختلطة الحساسة. بالنسبة لسؤالك عن فيتامين سي البشرة حساسة، فبرضو لاروش بوزي عندهم او نزلوا قريب
سيرم فيتامين سي بتركيز 10%. السيرم ده ممتاز جدا، المادة الأساسية بتاعته هي الأسكوربيك أسيد، ودي أعلى صورة من صور فيتامين سي في النقاء وفي الفاعلية، وتركيزه يعني كويس جدا، معتبر جدا ومعقول جدا، تركيز 10%. وفي نفس الوقت معاه مواد تانية برضو ملطفة وبتخفف جدا أي تحسس محتمل. يعني ضايفين للسيرم ده مادة اسمها نيوروسينسين، المادة دي عندها القدرة أنها تخفف الالتهاب وتكافح الاحمرار، فهيكون مناسب جدا حتى لو بشرتك حساسة مش هيسبب لك أي مشاكل، تمام؟ فالفيتامين سي بتاع لاروش بوزي السيرم الجديد حلو جدا. طيب هالة بتقول هل الألكولدينات مضر للبشرة على المدى الطويل أو لا؟ طبعا يعني هالة أنت يعني الموضوع ده أنت محددتيش فيه النسبة بتاعت الألكهول بتبقى كام في المنتج، في يمكن يبقى بنسب صغيرة ممكن يبقى بنسب كبيرة، دي نقطة. نقطة تانية أنا عاوز أطمنك الشركات البريميوم، الشركات العالمية المحترمة، الشركات اللي هتلاقيها موجودة في أوروبا زي ما هي موجودة برضو عندنا، شركة مثلا زي لاروش بوزي، شركة زي فيتشي، شركة زي فلوريجا، زي يوسيرين، زي دوكري، أفين، الشركات المعروفة الانترناشونال العالمية اللي هتلاقيها موجودة في مصر والسعودية وفي أوروبا وفي أمريكا وفي اليابان وفي كل حتة، الشركات دي اطمن لها جدا، لأن المواد الإضافية اللي ممكن بيستخدموها في المنتجات أولا بتبقى جودتها عالية، وثانيا بيستخدموا النسبة اللي مش بتسبب أي مشاكل. يعني مثلا لو في ضرب مضاف، لو في سيليكون مضاف، لو في بارافين اويل مضاف، يعني طالما الشركة شركة محترمة فما تقلقيش خالص، لان بيضيفوا في النسب المسموح بيها اللي ما تسببش اي مشاكل. تقلقي لو شركة مش معروفة، شركة مش عالمية، شركة مش براند، ففي الحالة دي ركزي شوفي بقى المواد المكتوبة ايه وابدأي ركزي في المواد اللي مكتوبة، لكن شركة عالمية محترمة ما تقلقيش. اتفقنا؟ طيب بمح تقريبا بتقول انسب حل لمشكلة ستريتش اللي سببها زيادة الوزن لسن 13 سنة ولونها احمر. اولا عاوز اقولك ان طالما لونها احمر فتفائلي وابشري ان شاء الله رب العالمين بتتعالج، طالما لونها لسه احمر وما تحولش للون الابيض، بس ما تتأخريش، عالجيها بشكل سريع. تتعالج ازاي؟ احسن حاجة البايو اويل، البايو اويل، وطبعا سن 13 سنة مفيش حمل ولا في حاجة، فالبايو اويل من الحاجات الممتازة جدا، بنستخدمه مرتين كل يوم، بس لازم نداوم وننتظم ونستمر عليه مدة ما تقلش عن 3 شهور، لازم نستمر فترة طويلة، تمام؟ فالبايو اويل ده من الحاجات الرائعة جدا. السؤال بعد كده من هالة، ايهما افضل، سيكالفيت ولا سيكابلاست؟ سيكالفيت طبعا، الافين السيكالفيت بلس بتاعها الجديد ده من المنتجات الرائعة جدا لترميم الجلد وترميم البشرة، فطبعا السيكالفيت يعني يفوز ما بينه وما بين السيكابلست، تمام؟ برضو هلا بتسأل تاني، ايهم افضل في التفتيح وتوحيد لون الوجه، البيجمنت بايو رينيور ولا البيجمنت كلار؟ طبعا انا لسه عامل فيديو قريب خالص عن البيجمنت بايو رينيور بتاع شركة بايوديرما، ووضحت ان هو في التفتيح للأسف فعاليته ضعيفة، للأسف فعليته يعني أكتر حاجة، وأبقى بجمله لو قلت إن هي متوسطة، يعني دي أقصى حاجة ممكن أنا أقولها على فعالية البيجمنت بايو في التفتيح، لكن البيجمنت كلار بتاع لاروش بوزي لا فعلا ممتاز. فطبعا البيجمنت كلار خاصة السيرم طبعا ممتاز وأحسن كتير أكيد من البيجمنت بايو. أمنية أحمد كتبة سؤال كبير قوي، خلاصته ان هي كانت عندها نقص في مخزون الحديد وخدت علاج والحمد لله تحسن، وشعرها الحمد لله التساقط اللي فيه بقى اقل، بس لسه شعرها خفيف وعاوزة تخلي شعرها يبقى احسن. ده السؤال الاولاني الخاص بالشعر. بتسأل سؤال تاني عن الاكريتين وبتقول هل ممكن يناسب البشرة العادية الخالية من حب الشباب؟ طيب بالنسبة لسؤالك الاولاني عن موضوع الشعر وان شعرك خفيف وعاوزة تزودي كثافته، عندك اختيار من 2 من الاختيارات الرائعة والممتازة جدا، اكرينال الامبولات او السيرم مش اللوشن، الاكرينال الامبولات او السيرم مش اللوشن، تمام، او الانيفاجين الامبولات.
يا اما انيفاجين امبولات يا اما اكرينال امبولات. دول افضل حاجة ممكن ان هم يزودوا كثافة شعرك ويعالجوا مشكلة الشعر الخفيف اللي عندك. بالنسبة سؤالك التاني، معلش ارجع له، سؤالك التاني عن موضوع هل ممكن استخدم الاكريتين؟ عادي، مفيش اي مشكلة خالص، ممكن تستخدم الاكريتين طالما مفيش حمل، ما عندكيش اي مشكلة خالص. طيب السؤال اللي بعد كده، لو انا بستخدم ادابالين 3 مرات في الاسبوع، ممكن ازود ازيليك اسيد اللي هو الازاديرم يعني او سكينورين 3 ايام مختلفين، ولا هيكون كتير على بشرتي جفة عادية وفي حبوب؟ اولا الكلمة الاخيرة دي غلط، يعني طالما في حبوب، مش حبوب حساسية، طالما في حبوب ممكن تبقى معبية رؤوس بيضة او حبوب معبية صديد، فدي مستحيل تبقى بشرة جافة، ممكن تبقى بشرة مختلطة لكن ما ينفعش تبقى بشرة جافة، لان تكوين الحبوب اصلا بيستلزم ان يبقى فيه افراز عالي من الدهون، والدهون الزايدة دي هي اللي سدت المسام وكونت بعد كده الحبوب. فطالما في حبوب يبقى فيه دهون، لو مفيش دهون عمر ما هيبقى فيه حبوب، لو مفيش دهون زايدة عمر ما هيبقى فيه حبوب، مش هتحصل اصلا. تمام، فدي اول نقطة. تاني نقطة، مفيش داعي، يا اما تستخدم الادابالين يا اما تستخدم الازيليك اسيد، مفيش داعي ان حضرتك او حضرتك تستخدم الاثنين مع بعض. خلينا نركز على واحد فيهم ونستخدمه. الادابالين حتى ممكن نستخدمه مرة كل يوم، طالما في حبوب فاحنا هنستخدمه كعلاج، مش بقى حاجة عشان نضارة او عشان تجديد للبشرة او كلام زي ده، لا، طالما في حبوب يبقى احنا بنستخدمه كعلاج للحبوب دي، فممكن نستخدمه يوميا مرة واحدة كل يوم بالليل. تمام، ده هيكون افضل من انك تستخدم الادابالين مع الازاليك اسيد مع بعض. طيب حنين بتسأل، كريم التفتيح والنضارة للبشرة الحساسة؟ شوفي انا اقولك عن واحد من افضل المنتجات اللي انا شفتها مؤخرا للتفتيح عموما وللبشرة الحساسة كمان، واحد فعلا من اروع المنتجات، وان شاء الله هعمل عنه فيديو قريب برضو باذن الله، اللي هو اليوسيرين الايفن بيجمنت بيرفكتور. يوسيرين ايفن بيجمنت بيرفكتور السيرم ده من المنتجات الرائعة جدا في تفتيح البشرة. وفي سر عن المنتج ده، لو استخدمتيه بالسر ده هيجيب معاك نتيجة تحفة، بس انا هأجل السر ده للفيديو اللي هعمله عنه قريب جدا وهشرحه فيه بالتفصيل. تمام، لكن ده من احلى المنتجات في التفتيح اللي انا شفتها مؤخرا، وهو يعتبر الى حد ما جديد من شركة يوسيرين. كان عندهم الاول حاجة اسمها بيجمنت بيرفكت، ده اللي كان عندهم الاول، ده مش قد كده، انما الجديد، المجموعة الجديدة اللي نزلوها، مجموعة يوسيرين في التفتيح الجديدة رائعة جدا، اللي هي الايفن بيجمنت بيرفكتور. تمام، طيب رنا بتسأل، افضل كريمات الواقية للشمس للبشرة الجافة جدا والتي تعاني من الوردية؟ شوفي، طالما انت عندك وردية او اكزيما او تحسس شديد جدا، ففي الحالة دي الافضل ان احنا نستخدم واقي الشمس الفيزيائي اللي احنا بنسميه مينرال سن سكرين، مينرال او فيزيائي، ده بيكون انسب حاجة للبشرة اللي ممكن يبقى فيها وردية او فيها اكزيما او تحسس شديد. وطبعا من احسن واقيات الشمس الفيزيائية هو اللي من شركة افين، اسمه افين مينرال كريم، وحماية من الشمس بمعامل 50، فحماية طبعا قصوى، ويو في اي ويو في بي وكل حاجة، وفي نفس الوقت لانه مينرال فهيكون مناسب مهما كانت بشرتك حساسة جدا او فيها وردية او فيها اكزيما او اي مشكلة من المشاكل دي. تمام، السؤال بعد كده، الساجدة لله بتقول، هايفل من ميدي توبك مناسب لسن 50 ومكوناته ايه؟ اولا الهايفل مناسب لاي عمر، مفيش مشكلة خالص. الهايفل مش هيالورونيك اسيد، ما هواش هيالورونيك اسيد، هو مواد بتحفز التخليق الطبيعي داخل الجلد للهايلورونيك اسيد او لحمض الهايلورونيك، فهو عبارة عن بيبتايدز، عن يعني حاجة زي احماض امينية كده، الاحماض الامينية دي بتكون فايدتها ان هي بتنشط، بتخلي الجلد يزود قدرته على تكوين وتخليق الحمض الهيلورونيك بشكل طبيعي جوه البشرة، وهو من المنتجات الكويسة جدا ويناسب كل الاعمار، من 25 سنة وفوق نقدر ان احنا نستخدمه، مفيش اي مشكلة خالص. تمام،
أمينة بتقول إزاي نتخلص من قشرة الوجه؟ كيف نتخلص من قشرة الوجه؟ شوفي يا أمينة، قشرة الوجه لازم اللي احنا نروح لدكتور، لأن هي ليها أكتر من احتمال. ممكن تكون قشرة الوجه دي ناتجة عن جفاف شديد أو إكزيما، ممكن تكون حالة أتوبيك ديرماتيتس، ممكن تكون حالة صدفية، وممكن تكون حالة بنسميها سيبوريك ديرماتيتس أو اللي هي الإكزيما الدهنية. فكل حالة من دول بيبقى ليها علاج مختلف. لو هي حالة إكزيما ممكن نكتفي بالمرطبات، أو ممكن نحتاج إن احنا نستخدم كورتيزون. لو هي حالة صدفية فممكن إن احنا نحتاج نستخدم حاجات مثلا زي الإليدل أو البروتوبيك، وممكن إن احنا نحتاج إن احنا نستخدم حاجات فيها يوريا. لو هي سيبوريك ديرماتيتس ممكن نحتاج إن احنا نستخدم حاجات فيها مادة مضادة للفطريات زي نيزورال كريم مثلا أو كانستين كريم. فالموضوع بيختلف على حسب السبب، القشور دي سببها ايه. فلازم القشور دي تتشخص، يعني لازم نروح للطبيب، الطبيب الجلدية المختص، يكشف على الحالة ويعرف هي حالة ايه بالظبط من الحالات دي، وبالتالي بيحدد برضو مدى السيفيريتي او مدى شدة الحالة، وعلى هذا الاساس بيشوف العلاج المناسب. تمام. طيب مون لايت بتقول برضو سؤال كبير جدا. هي خلاصة السؤال ده ان هي استخدمت كورس لحب الشباب ومجموعة فيتشي نورماديرم، واستخدمت كورس الايزوتريتينوين او اللي هو الرواكيوتان واشباهه، النتلوك والكيوراكني والزيراكتان والكلام ده كله. فاستخدمت العلاج لفترة والحمد لله وشها اتحسن، وعملت جلسة تقشير ووشها التهب، وبعد كده استخدمت حاجة مرممة للجلد اللي هو السيكابيو بتاع شركة بيوديرما، والأمور اتحسنت وكله تمام. بس بعد فترة كبيرة رجعت الحبوب ظهرت تاني. بعد فترة كبيرة من كل العلاجات دي رجعت الحبوب ظهرت تاني، ودلوقتي هي بتستخدم فيتشي نورماديرم وورد ومش عارف ايه وكلام من ده. ايه اعمل ايه اكتر من كده؟ وشها مش راجع صافي ابدا. بصي، اولا قاعده كده في مشكله حب الشباب. مشكله حب الشباب هي بالاساس مشكله جينيه وراثيه. انتي بشرتك دهنيه، بشرتك فيها خلل معين مخلي حاجه اسمها دي اتش تي بتكون تركيزها زايد في الجلد وحوالين الغدد الدهنيه، فالغدد الدهنيه دي بتفرز الدهون بشكل زايد. الايزوتريتينوين او الرواكيوتان وامثاله والنتلوك والحاجات دي كلها بتوقف نشاط الغدد الدهنيه، ما تخليهاش تفرز دهون، فتبدا الدهون تقل، تبدا بشرتك تنشف، تبدا الحبوب ما تظهرش. حلو الكلام. طيب طول ما احنا بناخد الرواكيوتان او النتلوك، طول ما الامور تمام، ومثلا ممكن ناخد كورس 6 شهور، المفروض ان الكورس بتاع الحاجات دي بيكون مدة 6 شهور، بعد ما بنخلص الكورس بفترة بنفضل كويسين. سواء بقى كانت الفترة دي الله اعلم بتختلف من شخص للتاني على حسب طبيعته، ممكن الفترة دي تبقى 6 شهور كمان، ممكن الفترة دي تبقى 3 شهور بس، ممكن تبقى سنة سنتين، الله اعلم، على حسب كل شخص بيختلف عن التاني. وارد جدا 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 ان ترجع مرة تانية الغدد الدهنية تفرز دهون كتيرة زي الاول وترجع الحبوب تتكون تاني، وارد جدا، لان دي اصلا مشكلة جينية. انت طبيعة جلدك ان هو في زيادة في افراز الدهون، طبيعة جلدك كده، خلقتك كده، انت اتخلقتي كده. فاحنا بناخد حاجة هتعمل تثبيط توقف شوية القصة دي، بس ده حل مؤقت، فمفيش علاج شافي بشكل نهائي من الحبوب. احنا عشان يبقى في علاج شافي محتاجين نلعب في الهندسة الوراثية بتاعت جسمك اصلا، محتاجين نغير الجينات اللي عندك، ده عشان يبقى علاج شافي. وطبعا مفيش حاجة اسمها كده، تمام. فمتوقع جدا ان الاصابة ترجع بتاعت الحبوب، ده شيء طبيعي وعادي. لما ترجع بقى الحبوب نعمل ايه؟ ما نخافش، نبقى عارفين ان ده متوقع، ما نقولش ده احنا فشلنا، ده انا زهقت، ده انا مش عارفين، لا، هنروح تاني للدكتور. الدكتور هيشوف الحاله، والله اذا شاف ان احنا ممكن نرجع نستخدم الرواكيوتان او النتلوك او الحاجات دي او الكيوراكني او الحاجات دي، نرجع نستخدم كورس جديد، مفيش اي مشكله خالص، نرجع نستخدم كورس جديد. لو شاف ان الحاله ممكن تتعالج بمضادات حيويه زي السؤال اللي كان في اول الفيديو النهارده، الفولجا اكس ار
او الدوكسي سايكلين الفيبراميسين والدوكسيمايسين والحاجات دي كلها والتابوسين والكلام ده كله، اوكي لو الطبيب شايف ان ده هيكون الحل المثالي اوكي. فلو طلعت لك حبوب تاني ما تتصرفيش من نفسك، ارجعي للطبيب تاني واعرفي ان ده مش فشل من الطبيب خالص ولا فشل في العلاج، بالعكس انت خدت العلاج وفعلا اتحسنتي، وفعلا اتحسنتي، بس متوقع جدا بعد ما نخلص العلاج بفترة الفترة دي طالت او قصرت ان ترجع الحبوب مرة تانية، شيء طبيعي جدا. اوكي اتفقنا؟ فنراجع الطبيب مرة تانية عشان يوصف لك العلاج المناسب لحالتك، وربنا يعافيك ويشفيك ان شاء الله. طيب بودي، كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور، وحضرتك طيبة او حضرتك طيب، ايهم افضل للبشرة الدهنية مع تجاعيد خفيفة، فيتامين سي او هايلورونيك من فيتش؟ شوفي حضرتك، انا هديلك قاعدة عامة تطبقيها على كل الشركات بخصوص ثلاث حاجات: الفيتامين سي والهيالورونيك أسيد والريتينول، هضيف لك كمان الريتينول. القاعدة العامة دي أنا هطبقها دلوقتي على منتجات لاروش بوزي، وتقدر إنك تطبقيها على أي شركة فيها الثلاث منتجات دول أو منتج أو منتجين منهم. يعني إمتى تستخدمي الهيالورونيك ويبقى هو اهم حاجه بالنسبه لك، امتى يبقى اهم حاجه بالنسبه لك الفيتامين سي، وامتى يبقى اهم حاجه بالنسبه لك الريتينول؟ تعالي نشوف. لو انت موظفه او طالبه، يعني موظفه او طالبه يعني بتخرجي كتير، بتخرجي على طول، بتتعرضي للشمس، بتتعرضي للملوثات بتاعه البيئه، عوادم السيارات ومش عارف ايه والكلام ده كله، لو انت بشرتك بسهوله بيظهر فيها تصبغات واسمرار نتيجة طبعا انك عمالة تتعرضي للشمس والحاجات دي، وعمرك من العشرينات وفوق، لو فيكي الشروط دي ولو هي دي حالتك، يبقى الاهمية بالنسبة لك، اهم حاجة بالنسبة لك هي سيرم فيتامين سي. اهم حاجة بالنسبة لك هي سيرم فيتامين سي، مش هتفرق بقى الشركة، احنا هنا بنضرب مثل يعني بروش بزي، بس باي شركة نفس الكلام يعني. طيب لو انت بشرتك حاسة ان هي بهتانة وتعبانة وشحبة ما فيهاش كده نضارة ولا حيوية، وحاسة انها تعبانة ونحيفة ومرهقة، وعمرك من منتصف العشرينات وفوق يعني من 25 سنة وفوق، هتبقى الاولوية بالنسبة لك واهم حاجة بالنسبة لك هي سيرم حمض الهيالورونيك. اوكي طيب الحالة التالتة بقى بتاعت الريتينول، لو انت حاسة انها تبتدي تظهر خطوط وتجاعيد، لو فعلا بدأت تظهر خطوط وتجاعيد وبشرتك محتاجة صنفرة، محتاجة ان احنا نجددها ونصنفرها ونزيل الطبقة السطحية الخارجية دي ونعمل تجديد للخلايا، ممكن يبقى فيه فعلا تصبغات خفيفة او اسمرار او بقعة، وعمرك من الثلاثينات وفوق، يبقى في الحالة دي لو انت بتحقق الشروط دي، يبقى اهم حاجة بالنسبة لك ورقم واحد بالنسبة لك هيبقى الريتينول. يبقى كده عرفتي امتى هيكون اهم حاجة بالنسبة لك فيتامين سي، وامتى هيكون اهم حاجة بالنسبة لك الهيالورونيك، وامتى هيكون اهم حاجة بالنسبة لك الريتينول. اتفقنا؟ طيب ايمان بتقول ما هو افضل كريم لترهل بشرة الوجه، لترهل بشرة الوجه؟ انا عمري 32 سنة. جزاك الله خيرا على كل المعلومات القيمة التي تقدمها لنا، وجزاكم بالمثل يا ايمان. افضل حاجة لترهل بشرة الوجه في المستحضرات التجميلية اللي موجودة في الصيدلية، افضل حاجة هو المنتج ده، الفلوريجا ليفت ديزاينر، ده حاجة اقدر اقول ان هي فعلا بتشد وبترفع. ده المنتج يعني والله ربما يكون الوحيد اللي انا اعرفه على حد علمي يعني وعلى حد معلوماتي، اللي فعلا اقدر اقول انه ممكن فعلا يشد ويرفع البشرة في حالة الترهل بتاع البشرة. وطبعا احنا ما بنتكلمش عن ترهل شديد، مش واحدة مثلا تكون بدأت تدخل في اواخر الخمسينات او كده، لا دي ممكن بقى تحتاج شد بالخيوط ومش عارف ايه كلام زي ده، الاجراءات اللي بتتعمل في العيادة. لكن عمر اصغر من كده وفعلا بدأ يبقى فيه ترهلات في البشرة، الليفت ديزاينر بتاع فلوريجا استخدامه مرتين كل يوم بيجيب نتيجة رائعة جدا جدا، وانا كنت عملت عنه بوست تفصيلي، حتى البوست ده فيه طريقه الاستخدام بتاعته لان ليها طريقه كده معينه، فكنت عملت بوست عنه تفصيلي على حسابي على الانستجرام، ممكن تشوفوا الحساب طبعا الرابط بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو.
بكده تكون الفيديو بتاعنا النهاردة انتهى. بعتذر للناس اللي ممكن تكون سألت أسئلة وملحقتش أجاوب عنها في الفيديو ده. إن شاء الله يكون لنا موعد الشهر الجاي بإذن الله رب العالمين. وممكن حتى هدخل كده بص على الأسئلة اللي أنا ما جاوبتش عنها وأجاوب عنها في البوست نفسه اللي موجود على الكوميونيتي بتاع اليوتيوب. ممكن ادخل كده وابص واشوف ايه الاسئله اللي ما جاوبتش عنها في الفيديو ده، بس عشان الفيديو ما بقاش طويل قوي وعشان برضو ما بقاش في اسئله مكرره، وهجاوب عنها حاضر من عينيا ما تزعلوش، وانا مش هنسى يعني اسئلتكم واستفساراتكم. بشكركم شكرا جزيلا على المتابعه، وكل سنه وانتم طيبين ومحققين كل احلامكم وفي صحه وسعاده وهنا يا رب. عام سعيد عليكم ان شاء الله، في امان الله.